ماشي هادشي دابا كتجيبو ياك شوف لا شوف صايب هذا الولدو لا ما جبينا الجميع كامل اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من ضواحي مدينة القصار بعدا جينا للمديونة الشاطية ولاد طالب نشوفو اسمينا ديال الغنم شحال دايرة هنا السوق مرفق مقارنة مع السبيت مشينا ليه الصباح والله إلا السوق إلا مزيان مشينا السبيت راه داكشي بزاف اكثر من القياس كتشوف حولية دايرة صغيورة خروفة صغيورة دايرة 36000 هنا جينا لقينا الناس شرات ب 29 ب 28 هنا تنتلاقاو مع الناس بعدا كاين الضو شوية على بلايص اخرى كاين الضو شوية على هانتوما السلعة كتدخل السلعة كتدخل هادو ديال الدراوش هادو
يكون ثمن زوين ماشي مشكل يكون ثمن زوين اه ما يكونش بحال هادشي بدا يقول لك 60000 ايوا راه الحمد لله من 2500 انا اما السبيط راه تخلعنا الصباح السبيط راه تخلعنا صح حميد تبعت من 30 الفوق اه وحق لا اله الا الله وفيهم فيهم ما يتشاف الله الا شراو الناس 35 30 ماشي الزرجيله 28 ماشي ديك الزرجيله مسالي لا لا مقبول الحمد لله ورا باش انا هما جوج الناس عائله اه ورا في السبيط راه الشيء راه ما شناش السبيط هذا الشيء راه ما شناش بعدا هنا في المجاطيه ولا الطالب في مديونه راه مرفقه السوق راه عنده نظام ديالو السوق منظم فيه سيكيريتي فيه رجال الدرك فيه سلطات فيه كاميرات مراقبه فيه كل شيء السوق منظم كاع اللي كتدخل داخله والخارجه على عليه ديالو كل شيء عارفين شي طروبات هنايا لقينا شي عجوله هنايا بالدين الى كيبداو من 160 الف السينال كتلقى وخرفان ها حنا كما سولنا الدراري ديال الباب اللي مكلفين السوق قال لك الناس شرات ب 1500 درهم ان شاء الله راه كما بغا يسخري على 1500 راه مجيب لك والو هانتوما الناس راه كتقدى الناس راه شارية كاين الغلمس كاين المليح كتشوفوا معنا السوق فيه جوج بيبان باب بيبان وفيه فيه الناس حاضرين وفيه كل شيء
حمزة تاجي تخدم ما صح لا فوني كوشوين عاد شحال هادي ورايح بلاصه